طيب هنكمل معاكم يا اولاد في الفيديو الثالث من الجزء الخاص بالاستراكشر. عندي استراكشر الثالث اللي هو الاستراكشر بتاع الاف. الاف بيكون عندي سينتاكس من ثلاثة. السينتاكس الاولاني اللي هو الاف حالة مفردة، لو اتحقق الشرط ده نفذ لي الاستيتمنتس دي. عندي شرط وعندي ستيتمنت، لو اتحقق الشرط الاولاني ده نفذ لي الاستيتمنت دي. ده صورة. الصورة التانية بعمل ايه؟ بيبقى عندي كونديشن، لو اتحقق نفذ لي الاستيتمنت دي. طب لو ما اتحققش نفذ لي الاستيتمنت دي. يعني بيكون عندي اف وعندي الس. طيب السنتكس التالت بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون في عندي كذا شرط بكذا ستيتمنت، فبقول له ايه؟ بقول له اف الشرط الاولاني اتحقق نفذ لي الاستيتمنت الاولانية. طيب لو الشرط التاني اتحقق نفذ لي الاستيتمنت التانية. طيب لا الشرط طب لو افرض حاجة تانية غير الشرط الاولاني والتاني، نفذ لي الاستيتمنت التالتة. طيب تعالوا نشوف كده مثال عندنا. لو انا عندي مثلا دايرة زي دي كده وعايز اتحكم بالبوتونز دول، الاتنين بوتونز دول في الثلاث ليدات الاولانيين اللي هم مترقمين على 8 و9 و10. فهعمل ايه؟ هاجي هنا هنعرف الليدات طبعا والمتغيرات بتاعتنا. والليد خلينا نقول ال1 بقى على طول اختصارا، ال اندرسكور 1. لا هي مش الليد 1 هتكون متوصله على كام يا اولاد؟ هتكون متوصله على 8. وخلينا كوبي طبعا بيست على طول علشان ايه؟ اختصارا بس للوقت. ليد 2 ليد 3 و9 ودي هتبقى 10. طيب وهنيجي نعرف البوتنز بتاعتنا. بوتن سميها بقى اي دخل عندك. بوتن 1 هيساوي مثلا 2 كنترول سي كنترول في. بوتون 2 هيساوي 3. بعدين طبعا طالما عندنا في دخل احنا قلنا بنعمل ستيتمنت، نعمل متغير نسجل فيه حاله الدخل بتاعتنا. هنعمل بوتون 1 ستيتمنت اندرسكور ستيت، وهنعمل سي كنترول في 2 ستيت. طيب كده انا سجلت المتغيرات بتاعتي. بعدين عايز اعمل ايه؟ عايز احدد انهي الدخل وانهي الخارج بتاعي. بتكتب له بوين مود ونفتح قوس. هنشوف بقى، هناخد بقى حاجه حاجه. الليد الاولانيه هتبقى خارج اوتبوت. طيب ناخد بقى ورا بعض كده كنترول سي كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في. الليدايه الثانيه الليدايه الثانيه هتبقى اوت بوت. الليدايه الثالثه هتبقى اوت بوت. بعد كده البوتون 1 والبوتون 2 طبعا هيبقوا ان بوت بول اب لان احنا مش وصلين معاهم مقاومه. كنترول في هيبقوا ان بوت اندرسكور بول اب. كنترول سي كنترول في. طيب احنا كده عرفنا المتغيرات وعرفنا الحالات بتاعت المنافذ بتاعتنا. هنعمل ايه؟ عايزين نربط ما بين البوتون ستيت واحد والبوتون واحد. هنروح جايبين له البوتون ستيت واحد كنترول في هيساوي ديجيتال ريد لحالة البوتون واحد كنترول سي كنترول في نروح قافلين. وعايزين البوتون اتنين ستيت هنربطه بالبوتون اتنين وهنيجي نقول له ايه هنا بقى؟ عايز اقول له لو انا دايس على المفتاحين مع بعض ينور لي الليدايه الاولانيه، لو دايس على المفتاح الاولاني لوحده ينور لي الثانيه، لو دايس على الثاني لوحده ينور لي الثالثه، لو مش دايس على ولا واحده فيهم يطفي لي الثلاثه. طب الحكايه دي عاملها ازاي؟ بكام اف؟ احنا عايزين هنا اربع حاجات، اربع حالات. الحاله الاولانيه اف، وان انا عندي البوتون ستيت الاولانيه
بتساوي تساوي لو. طب ليه لو مش هاي؟ لان هي اصلا دلوقتي هاي، لان انا مخليها بول اب. اند البوتن ستيت الثانيه طبعا احنا هنخليها 2 اهي، هتساوي لو. هنعمل ايه؟ هنقول له خلي لي ان اللي اداه واحد ديجيتال رايت على اللي اداه واحد ال اي دي واحد ترون سي ترون بي ال اي دي واحد تبقى هاي. طبعا ممكن تكمل بقيه الشروط بتاعتك ان الثلاثه الاثنين التانيين هيبقوا له، طبعا ده يكون افضل وادق طبعا يعني، بس هو الكود هيبقى طويل. مش اشكال كده احنا هنين في الثلاثه في الاخر في الالس. طيب ادي حاله، دي حاله اولانيه قلت له لو انا دايس على الاثنين خلي اللي اداه واحد يقل تنور. طيب الحاله الثانيه ان انا هعمل ايه بقى؟ هقول له الس اف. الس اف ايه بقى؟ لو انا دايس على الاولانيه وسايب ايدي من على الثانيه، لو انا دايس على الاولانيه ومخلي الثانيه هاي، ايه اللي يحصل؟ خليني ان اللي اداه 2 هي اللي تبقى هاي. طيب الحاله الثالثه الس اف، لو انا دايس على الثانيه وسايب ايدي من على الاولانيه، يعني دي هتبقى هاي وان دي هتبقى لو، ايه اللي يحصل؟ خليلي ان اللي اداه الثالثه هي اللي تبقى هاي. طب الحاله الرابعه ايه بقى؟ لو ما كانش اي حاله من الثلاثه اللي فوق، يعني هتقول له ايه؟ إلس. لو ما كانش اي حاله من الثلاثه اللي فوق خليلي ان الثلاثه يبقوا لو. هتعمل ايه؟ تروح واخد دي وتخليها لو، كنترول في خليها لو. وبعدين خليلي اللي بعدها كنترول في برضو اللي اداه 2 لو، وبرضو خليلي كنترول في خليلي اللي اداه 3 برضو تبقى لو. طيب تعالوا نشوف كده اولاد ستارت سيميوليشن ايه اللي حصل. عفوا في هنا غلطة صغيرة. المفروض في غلطة هنا صغيرة. طيب stop simulation دي هاي ودي لو. طيب لو else لو ما كانش لو الاتنين اتنين لو خليني الاولانية تبقى هاي. طيب لو الاتنين الاولانية لو والتانية هاي خلي لي ان التانية هي اللي تنور. لو الاولانية هاي والتانية لو خلي لي ان التالتة هي اللي تنور. طيب لو ما كانش ستارت سيميليشن تاني. طيب ده معناته ايه بقى؟ معناته ان هو هنا شايف ان في ان البوتون ده متداس عليه. طب هل البوتون ده متداس عليه؟ لا. صح، ادي الغلطه، انا تسرع ما خليتش البوتون الثاني يبقى انبوت بول اب. طبعا الحاجات الصغيره دي هي دي اللي مش هيطلعها لك الاردوينو، يعني مش هيطلعها لك الاي دي اي، فدي لازم تقعد تراجعها كده يدوي. فناخد بالنا يا شباب من الاخطاء دي. يعني خلينا نشوف كده، خلاص كده اعتقد ظبطت ان هو دلوقتي بقى عندي انا مش دايس على الاثنين، فمخلي لي الثلاث ليدات بتوعي الاول يخليهم مطفيين. طب افرض دوست على ده مخلي لي الثالث ينور. طب افرض سبت ايدي، طبعا هو ايه هنا عشان المحاكاه وكده بينور بيطفي ببطء. طب افرض دوست على ده مخلي لي الثانيه تنور. طب افرض دوست على الاثنين، طبعا انا الاثنين مع بعض المفروض يخلي مش عارف ادوسها بالماوس كده، لازم يخلي لي ان الثلاثه ينوروا مع بعض. طيب بس كده ده الموضوع بتاع الاف يا شباب.